السلام عليكم، أنا ماريا الغامدي من إدارة تعليم الرياض. الحمد لله هذه ثاني مشاركة لي في معرض آيسف الدولي. شعور جدا جميل وجدا محفز أنك تكون جزء من الطلاب اللي يمثلون المملكة في مسابقة علمية كبيرة تعد الأكبر لهذه المرحلة. طموحي أني أكون خير ممثل للمملكة العربية السعودية سواء فزنا أو ما فزنا، لكن طبعا نطمح احنا لاعلى المراكز والاعلى الجوائز في رصيد المملكه العربيه السعوديه. مشروعي باختصار اني حضرت ماده تشتغل بالكهرباء وبالنور عشان احنا نقدر ننتج الهيدروجين كطاقه من المياه الملوثه وفي نفس الوقت ننقيها بحيث تصير قابله للاستخدام وللشرب. السنه اللي راحت لما شاركت في آيسف كان مشروعي عن فصل الماء لانتاج الهيدروجين فقط. قابلت طالب من دوله ثانيه قال لي ماريا وقفي، انا في دولتي ما عندنا مويه نظيفه نشربها وانت تطلبين نطلع طاقه. فكان هذا دافع كبير اني اصير اطلع الطاقه من المياه الملوثه وانقيها لهم في نفس الوقت. كانت تساعدني دكتور نوال العباس من مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، هي كانت مشرفتي وكانت داعمتي في كل المرحله، بالاضافه لمبادره مشوره اللي تساعد الطلاب في البحث العلمي. الحمد لله اولا هذا من فضل ربي، ثانيا احنا عملنا باصرار وعزيمه واخلاص، الهدف السامي هو تمثيل المملكه والحمد لله ربنا وفقنا ويسر لنا هذا الامر.